ده ايه الجمال ده؟ عمرايا واقفة جنبي. أنا شايفة إن أنت واخد بالك مني حبتين. إيه؟ وحش ده يعني ولا إيه؟ لا مش وحش. بس زيادة شوية. عاجباني. طب أقول لك حاجة وتصدقيني؟ وهكدبك ليه؟ أصلك جدعة جدا. عشان ما سبتيش أبوكي. والنوع ده انقرض من زمان. لا وفوق كل الكلام ده بقى حتة أمرايا. مبروك يا روح. الله يبارك فيك. مبروك يا حبيبي. طيب يا يوسف. انا عاوز افهم حاجه. مش كنا عملناها كتب كتاب ودخله وخلاص؟ لا في عندك شويه حاجات كده في الفيلا محتاجه تتغير. يا سلام، ما نغيرها واحنا متجوزين. لا طبعا نو واي. انا مش ممكن اتجوزك غير لما اعمل كل حاجه على مزاجي الاول. اوبا انت شكلك هتبقي صعبه قوي. انا صعبه قوي فعلا. اسمع لي استغفلني بس. خفيش. انا من هنا رايح اخد بالي كويس. انت فعلا لازم تاخد بالك كويس قوي قوي وتبقى عينيك في وسط راسك كده. ماشي يا ست. طب بقول لك ايه؟ انا هجي لك الشركه بكره. انهي شركه؟ انهي شركة؟ انت عندك اكتر من شركة؟ لا يعني اقصد اهلا وسهلا بيكي طبعا، تنوري في اي وقت. طب ومالك بتقولها كده ليه؟ كانك مش عايزني اجي. خالص، انا بس يعني زي ما تقولي اتفاجئت من السؤال. طب ما تتفاجئش بقى، انا قلت اقول لك عشان ما تقولش اني فاجئت، ما تقولش اني طبيت عليك. بس اوعدك اني بعد كده هطب عليك عشان اقفشك فعلا. ايه؟ بتضحك على ايه؟ مش عارفة ليه عندي احساس ان سامح ده هيطلع عين ايتم في يوم من الايام. نفس احساسي بالظبط. يا بنت مش وقت الكلام ده، امي هتصحى. انت اتجننتي ولا ايه؟ اه مجنونه وبس. بقول لك ايه، مش هينفع نتكلم هنا، خدوا بعضك وانزلي دلوقتي. انسى. شويه وهاجي لك. مش هنزل. كلم مين يا ولا؟ مين معاك؟ ده التلفزيون ياما، التلفزيون. التلفزيون. ايه ده يا ولا؟ التلفزيون مات في بيتكلم من غير كهرباء. لا ما انا اللي اصلي، انا اللي قفلته، اصل كان صوته عالي كنتش عارف انام. خش انت ايه اللي بصحيتي دلوقتي؟ خش نامي. تعالي 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 يامه، تعالي. انت تعبانه من الصبح يامه. ايه ده؟ ايه الريحه دي؟ ايه فين؟ لا شم ريحه حريمي. لا 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 حريمي ايه؟ ريحه حريمي ايه اللي جاب ريحه حريمي هنا؟ انا شم ريحه حريمي. اه ما انا نسيت اقول لك، اصل انا امبارح رحت اشتري ريحه رجالي، الواد الله يخرب بيته الدنيا ريحه حريمي. ولا انت كذاب يا ولا؟ كذاب والله. بصراحه اما انا كذاب فعلا. اصلا انا عديت على كاميليا. يا دي بوز الفقر، احنا مش هنخلص. اعمل ايه؟ وقال لي خلي ريحه كاميليا تيجي على جتتك. اما انا سلمت عليها اكيد كانت حاطه ريحه في ايديها، جت في ايدي، انت شمتيها، خلصنا. ايوه ما انا ابني كده عوج، وكلامه عوج، ومشيه عوج، وكذاب وحلنجي وطالع لابوه. معلش اللي ما مره جه وجاب لي حاجه، اللي ما مره شلت في ايدك فاكهه. معلش هجيب لك ولا ان شاء الله. حتى شبشب زنوبه. انت بس تخشي تنامي دلوقتي، حتى جلابيه. انت تعبانه طول النهار. معلش هتعملي ايه؟ نصيبك بقى وقدرك. مش هطلع بره. وقفل تليفونك ليه يا ستي؟ بكره هبقى
احكي لك على كل حاجه. لا دلوقتي، وعايز اعرف كنت انت ومتولي بتعملوا ايه؟ مش دلوقتي، بعدين. قلت لك امي هتصحى. لا دلوقتي، هنتفضح. الله، ده التلفزيون. يا حلاوه يا حلاوه. ودي قناه ايه؟ الاخبار ولا ما يطلبوا المشاهدون ولا الافلام؟ ابوس ايدك ياما، ما تفضحناش. ابوس ايدك ما تفضحناش. اكيد انت اللي جرجرتها هنا، وانت اللي هتجيب لي على الفضيحه. انا اللي جرجرتها؟ دي تفضح بلد دي. في ريال؟ اه في ريال. هو انا جبت غير في ريال؟ هو في كرم في ريال؟ لا والله. ولا في حلاوه في ريال؟ ولا في طعامه في ريال يا اختي يا طيبه؟ ولا في طيبه في ريال؟ جوه. يعني منى ونجلاء ما جوش لحد دلوقتي، والهانم الكبيره ما عملتش غيغه ولا حاجه. ما انت عارفه انهم تاخروا عشان منى راحت لوالده خليل الله يرحمه. حرام. الله يرحمه. ايه مالك؟ عايزه حاجه. شكلك كده. بص بقى، انا مسافره. مسافره فين؟ الغردقه. فجاه كده؟ اه فجأة كده. بصراحة يعني عندي شغل ضروري ولازم اكون في الغردقة 4 ايام. يا خبر. وانت عايزة كاميليا تطب ساكتة؟ بقولك ايه، اختك كاميليا دي لو فضلت تتصرف معايا بالاسلوب ده والله لاسيب لكم البيت وعيش لوحدي. وانت عبيطة يا بك. بقولك ايه، دي مصلحتي ومستقبلي، وانا مش هسيب اي فرصة كويسة تجيلي عشان خاطر حد، وخصوصا عشان اختك كاميليا. طب بعدين نتكلم في الموضوع ده بعدين. بعدين ايه؟ انا بكرة الصبح لازم اكون في المطار. كمان؟ مش كده يا مروة؟ لا كمان بقى كده، وانا بقولك عشان تتكلمي معاها، عشان مش عايزة اخش معاها في حوار. طب بس بس، انا عايزة اخد رأيك في حاجة. اتفضلي. انا عايزة البس الوان غير الاسود. يا سمر، هتلبسي ملون؟ طبعا، انا عشان بالاسود شكلي مش هيبقى حلو. انت عايز شكلك يبقى حلو ليه؟ طبعا شكلي لازم يبقى حلو. اولا عشان انا دلوقتي بشتغل في شركة دار نشر كبيرة جدا. وتاني حاجة بقى، عشان المكان اللي انا بروحه ده في ناس كتير كده بيهتموا بمظهرهم. ده غير ان الدعوة جات لي من علاء بيه. علاء بيه؟ شوفي مصلحتك العبيطة. صباح الفل يا عم سعيد. اهلا يا عم جمال. يا حبيبي. ازيك يا عم جمال؟ ازيك يا ابو حميد؟ اخبارك ايه؟ تمام. لا عشان عايزك في موضوع. والله العظيم انت ابن حلال، انا كمان كنت هكلمك عشان عايز. اقعد تشرب الاول. هدى هدى. ايوه جاي. عمر يا استاذ احمد بتاعتي، وشوف عمك جمال يشرب ايه. لا انا مش هشرب اي حاجه من السهر. رايح الشغل. حاضر. خد يا عم جمال سيجاره. لا انا ما بدخنش، فانت عارف. اه صحيح، انا نسيت. امورنا ابو حميد. بقولك يا عم جمال، كاميليا بنت خالي كانت كلمتني في موضوع كده، كنت عايز اكلمك فيه. والله العظيم ده، لا ده انت فيك الخير، بس انا كنت هكلمك بنفس الموضوع بالظبط. طب صح كده يا عم جمال؟ وبصراحه المفروض يعني ان انا كنت اكلمك انت الاول يعني، بس انا قلت ايه تقول اه وبعدين اكلمك، عشان يعني الموضوع ما يبقاش كلامه بس. وانا قلت برضو اجي دغري، تعرفني ما بحبش اللف والدوران. وبعدين ما تحسنيش يعني، كاميليا وحدانية وانا عايش لوحدي وعايز حد يونسني وياخد بحسي في الدنيا. ابقى انا كده غلطت؟ لا ما غلطتش ولا حاجه يا عم جمال، بس انت يعني شايف ان الوقت ده مناسب انك تتكلم في موضوع زي ده؟ بس هو بصراحه انا قلقت، قلت يعني الاحسن حد يسمعني ويطلبها، خصوصا اي حد من اهل جوزها. بس الناس دول مش هيسيبوها في حالها، هيفكروا يعني ياخدوها لاخو جوزها، عشان يعني تبقى الحكايه كلها في حبهم. اما لو ما كانش كده هيقرفوها. فانا قلت يعني ما اسيبهاش لوحديها، او برضه هي بتطالب بحقها يبقى حد واقف وراها جنبها كده يعني، ولا ايه؟ لا عندك العيب، عندك العيب يا عم جمال. بس انا يعني عايزك تأجل كلام في الموضوع ده شويه، عشان الامور تمشي زي ما انت عايز بالظبط. بجد يا ابو حميد؟ اه بجد. وعايز كمان اطلب منك طلب. فين؟ يعني ما تقولش الكاميليا خالص ان انا كلمتك في موضوع زي ده. ما تقولهاش ان انا قلت لك الكلام ده خالص، ولا انت فتحتني في السيره دي نهائي. طبعا طبعا.
ولا هجيب اي سيره، ده انت تامرني. اخشوا ربنا تصدق انا كنت قلقان من رد فعلك جدا. لا ولا يهمك يا عم جمال، احنا هنطول نناسبك يا عم جمال. الله يكرمك، الله يكرمك يا ابو حميد. معلش انا حطيك على الله بقى عشان اروح شغل. يلا اتفضل. سلام عليكم. سلام عليكم. الف سلامه. هدى ولعة سك على قهوة. برضه بتنفذي اللي انت عايزاه. وانت رايحة فين انت كمان؟ مش قلتلك تقعدي تتكلمي معايا؟ بقولك ايه يا كاميليا، احنا مش صغيرين، كل واحد عارف مصلحته كويس. سلام. شفتي؟ عشان تعرفي ان احنا مش بنقول حاجة غريبة، بس انت اللي مقفراها حبتين. يا بنتي هو انت بتقوليلي انا رايحة صدى ردة؟ ده انت بتقولي حجباتي. على فكره انا لو عايزه اصيح هصيح طول النهار وارجع لك بالليل لابات في البيت عادي يعني. مروه ما تتكلمي بطريقه احسن من كده شويه. انت عارفه ان دي الحقيقه وانا ما بحبش احليها. بطلي طبطبه. يا رب يا رب. احمد كويس انك جيت، تعال احضرني. ايه في ايه؟ تعال قابل. وفيها كاميليا. ايه اللي فيه ايه؟ احمد راجل البيت ومن هنا ورايح لازم يعرف كل حاجه بتحصل في البيت. لا يا حبيبتي، راجل البيت عليكي انت مش علينا احنا. في ايه يا بنات؟ ما تهدوا شويه بس، فهموني ايه اللي حصل. الهنا ما عايزه تسافر وتقعد لي اربع ايام. قال ايه؟ شغل. لا 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 يا مروه، ايه الكلام الفارغ ده؟ لا ما يصحش الكلام ده طبعا. وانت مالك انت اصلا؟ هو انت افتكرت النهارده ان احنا قرايب وجاي تسال علينا؟ وانت مش خايف باحسن سيده تيجي تطب عليك وانت عندنا ولا ايه؟ ما يصحش يا مروه الكلام ده بقول لك. وبعدين انت متعصبه كده ليه؟ قولي لي انا رايحه ليه وعشان ايه؟ واحنا نقول لك اذا كنت تروحي ولا لا؟ رايحه شغل، خلاص؟ ايوه الشغل ده فين ومع مين؟ انت مالك اصلا؟ اوعى. اوعى؟ البنت اللي بتتكلم كده ليه؟ انت هتسيبها؟ يا مروه يا بنتي استني. منزل عبد العزيز الحلي؟ ايوه. معايا امر بالحجز على الشقه. ايه؟ حجز على الشقه؟ طب اتفضل. أنا عايزها تخرج من الشركة ملط. عافية. هيحصل يا باشا ما تقلقش. 100 مرة تقول هيحصل يا باشا. هيحصل يا باشا ما تقلقش. هيحصل يا باشا ما تقلقش. مفيش أي حاجة.